قبل نطحة زيدان ب22 سنة كان في نطحة تانية براس فرنسية في افتتاح يورو 1984. ماتش افتتاح يورو 84 على ملعب حديقة الأمراء كان نهائي مبكر بين فرنسا المستضيف ومنتخب الدنمارك. في الحقيقة هو ما كانش ماتش افتتاح البطولة، كان معركة افتتاح. ألان سيمونسون مهاجم الدنمارك خرج مصاب قبل ما الشوط الأول يخلص. الدنمارك فضلت تقاتل بشراسة قدام هجوم فرنسا، بس بعد 78 دقيقة سجل نجم البطولة الأول وهدفها ميشيل بلاتيني الجول الأول في الدقيقة 78. فرنسا ما بطلتش هجوم، وانطلق الظهير الأيمن الموهوب مانويل أموروس وراوغ لاعبين قبل ما يفاجئوا جاسبر أولسن بتدخل عنيف. أموروس ما تملكش أعصابه، قام ورمى الكرة على أولسن لكنها مرت من فوقه قبل ما يروح بنفسه وينطحه براسه بين عينيه، وكان طبيعي انه يطرد زي زيدان بالظبط في الدقيقة 87. لكن بعكس زيدان، أموروس فضل مقتنع ان الطرد كان ظالم، ووصف تصرفه انه صبياني وتسببت فيه اصوله الاسبانية اللي بتخلي دمه حامي. أموروس اتولد في فرنسا لكن لوالدين اسبانيين، سابوا اسبانيا بسبب ظلم الديكتاتور فرانكو زي ما هو حكى. الكارت الاحمر حرم أموروس من المشاركة في 3 مباريات، وكان ممكن ما يلعبش النهائي لولا تمثيلية زميله باتريك باتستون. أموروس قال إن باتستون ادعى الإصابة عشان يخليه يشارك في النهائي. النتيجة كانت 1-0 لفرنسا قدام إسبانيا بلد أموروس الأصلي، والماتش خلص 2-0 عشان الديوك يفوزوا بأول لقب يورو في تاريخهم. رحلة أموروس مع منتخب فرنسا استمرت كمان في مونديال 86، وفيه سجل هدفه الدولي الوحيد من ضربة جزاء قدام بلجيكا في لقاء المركز الثالث، واللي خلص 4-2 بعد وقت إضافي. وفي 1992 انتهى مشوار أموروس الدولي مع فرنسا بعد ما لعب 82 مباراة دولية، وبيعتبر من أهم وأفضل مدافعي منتخب الديوك عبر التاريخ. أموروس حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في مونديال 82، وفي 86 كان ضمن التشكيل المثالي لكأس العالم، وحصل على جائزة أفضل لاعب فرنسي، وكان في المركز الثاني ورا دييغو أرماندو مارادونا في جائزة مجلة أونز مونديال الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.